سيدات السادة المدراء سيد ولي السادة العمال السادة أو سيدات السادة الرؤساء أيها الأخوة الكرام أتشرف بالتفريد بكم في افتتاح أشغال الدور العاشرة للمناظرة الوطنية لفلاحة الناس والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رعايته الثامنة منذ إعطاء انطلاقته. تصادف أهم استراتيجية فلاحية في تاريخ المغرب وهي مشكلة المغرب الأخضر التي تفضل صاحب الجلالة نصر الله بإعطاء انطلاقته سنة 2008 ليكون بذلك فاتحة خير على الفلاحة والفلاح المغربي. فبفضل دعم الفلاحة التضامنية والفلاحة ذات القيمة المضافة جعل مخطط المغرب الأخضر من القطاع الفلاحي أحد المحركات الرئيسية والأساسية للثروة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يسعنا اليوم إلا أن نفتخر بنجاعة هذا الاختيار الاستراتيجي المتكامل المعبر عن ارتياحنا بل وفخرنا بما حققه القطاع الفلاحي. لقد خلق مخطط المغرب الأخضر منظومة مثمرة من خلال إحداث فرص الشغل، توفير مدخلات، ضمان إمداد السوق الداخلية، تطوير فرص التصدير مع التأكد من ضمان سلامة المنتوجات الغذائية وتعزيز قدرة النظم الفلاحية على التأقلم مع المناخ العالمي. فبفضل الدينامية المتجددة التي يعرفها القطاع تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حيث تضاعف الحجم الاستثمار الإجمالي للاستثمار السنوي في القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ منذ 2008 ليصل إلى 105 مليار درهم وتوسعت المساحات المغروسة بحوالي 415 ألف هكتار. كما مكنت هذه المجهودات المكتفى من استقرار السكن القاري التي يبلغ عددها 13.3 مليون نسمة وهو ما كان عليه الحال سنة 2008. حضرت سيدات السادة تمكن مخطط المغرب الأخضر من إحداث تحول جذري في القطاع الفلاحي حيث حقق خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام الفلاحي بمعدل 7.3% سنويا ليصل إلى 125 مليار درهم أي بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام الوطني. تعزيز التجارة الفلاحية بما في ذلك الصادرات التي ارتفع حجمها بنسبة 65% منذ 2008 وخلق فرص شغل حيث تمكن القطاع الفلاحي من إحداث أزيد من 250 ألف فرصة عمل وحوالي نصف الفرص المحدثة في الفترة الممتدة بين 2016 و 2017. تقنية مناعة الفلاحة في مواجهة التحولات المناخية. إلى جانب الاستثمارات الفلاحية ساهمت ثلاثة عوامل في نجاح هذا المخطط. أولا تسعير الجهوية حيث عرفت العديد من اقتصاديات المناطق القارية تطور مفروضا. مثلا بالنسبة لجهة الله أصبحت هذه الجهة متقدمة في الإنتاج الحالي بما يناهز 405 مليون لتر مما يستجيب لاحتياجات الجهة ويساهم في تزويد كافة جهات المملكة. أما بخصوص زراعة الأرض قد حققت إقلاعا مهما في شمال المملكة كما أصبحت زراعة الزيتون وتحويله قاطرة فعالة للتنمية بإقليم الجولات حيث يضم الإقليم حاليا 70 وحدة لعصر الزيتون. ثانيا عرض المخطط تحول عميقا في الخريطة المؤسساتية وكان دور المهنيين في قلب معادلة لإصلاح الإدارة. تم إحداث هياكل جديدة الوكالة التنمية للفلاحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الغرف الجهوية، كما تم إبرام 19 عقد برنامج مع كل هيئة بمهنية تتمحور حول ما
مبدأ المسؤولية المشتركة.